الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا كثير بالحضور، تشرفنا بوجودكم. فعلا وجود رائع بمثل مختلف أطياف المجتمع. في عنا متعلمين، في عنا أطفال، في عنا كبار، في عنا نساء، وهي عينة بسيطة جدا من المجتمع اللي احنا متواجدين فيه. بحب أحكي عن اتحاد المرأة الأردنية، هو مؤسسة نسائية تطوعية أنشئت عام 1974، ثم يعني طلع منها فروع، تم إنشاء عدة فروع بكل محافظات المملكة، منها اتحاد المرأة الأردنية في العسل عام 1994-95 بجهود طيبة من نساء وسيدات السل، لوضع السيدة بمختلف تطورات التي تحدث في العالم العربي أو داخل الوطن بالأردن. أهداف اتحاد المرأة، اتحاد المرأة بالاسمه يوجه كافة نشاطاته للأسرة بشكل عام، لكن للمرأة بشكل خاص. أهم أهدافه رفع العنف والظلم عن المرأة، بالإضافة إلى المحافظة على مكتسباتها والمحافظة على الأسرة من خلال دعمها وتمكينها بمعرفتها بالقوانين والتشريعات التي موجودة بالدستور الأردني. اتحاد المرأة الأردنية عليه ما على مؤسسات المجتمع المدني من مسؤولية مجتمعية تفاعلية، يشارك مختلف نشاطات التي تحدث في الأردن أو خارج الأردن، مؤسسات ومنظمات دولية تشارك بتنفيذ العديد من الأنشطة، منها الأنشطة التي تؤثر بشكل مباشر على المرأة والأسرة. في عام 2009 تم إنشاء دار الضيافة وخط الإرشاد القانوني الاجتماعي والنفسي. دار الضيافة استقبال الأطفال والأمهات الذين منفصلين عن آبائهم وأمهاتهم بجو أسري آمن. يتم عمل جلسات للأهالي سواء الأب أو الأم لإعادة الحياة الزوجية إذا كان هناك إمكانية قانونية، من خلال وجود محاميات وأخصائيات يعملون بشكل مجاني متواصلين في سبيل إعادة حياة أسرية. خط إرشاد قانوني اجتماعي نفسي، يوجد لدينا العديد من الأخصائيات الاجتماعيات والنفسيات، هدفهم الأساسي إرشاد أسري وتقديم المشورة المجانية إلى من يستحقها أو من خلال التردد على فرع اتحاد المرأة. هذا الفرع الذي يشهد إليه القاضي والداني بتنفيذ العديد من الأنشطة، منها التعامل مع مشكلة اللاجئين سواء كانت المشكلة العراقية والمشكلة السورية، من خلال تنفيذ أنشطة مع منظمات دولية منها منظمة اليونيسف ومنظمة الأوكسفام ومنظمة الكيتي كي السويدية، وهي حماية المرأة من العنف والأسرة. أصبح لدينا كثير علاقات مع الأخوة السوريين من خلال تواجدهم معنا وتقديم العديد من الأنشطة. طبيعي أن الأنشطة الموجودة فقط موجهة للسوريين، لكن بالإضافة إلى ذلك 30% من أنشطتنا موجهة كمان للأسر الأردنية والأطفال الأردنيين. هاي الأنشطة فعليا كما قالت زميلتي وصديقتي روان، أنه هاي الأنشطة أصبح بطابع أسري وليس بطابع فرضته علينا ظروف أسرية، ولكن هي أصبحت طابع أسري امتدت إلى زيارات وصداقات أسرية، تعارف زي ما بقول لك صداقات قوية. هاي الأنشطة اللي هي أثرت علينا بشكل مباشر تعاملنا اليومي، والتعامل اليومي من خلال تقديم المشورة سواء كانت قانونية أو نفسية أو اجتماعية. رقمنا باتحاد المرأة اللي بحب يدونه هو 3533996، رقم مجاني، لأن له مش مجاني طبعا، بس احنا مستعدين ان نتواصل مع الشخص اذا ما كان عنده اي مشكلة او مشورة او اي خدمة من خلالنا. بنحب نحكي اخر جملة، شكرا كثير لفريق تعليلة ممثل بفاتن والست روان، سعدنا جدا فيكم، وهي اول مبادرة موجودة بمدينة الصل. بتمنى انكم تستمر هاي المبادرات
ونحن موجودين بين أيديكم كمؤسسة تفاعلية تعتني فيكم. أهلا وسهلا فيك وشرفتونا كلكم.